السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي قواعد للصف الثالث متوسط، عندي شرح العدد تذكيره وتأليفه. تعد الأعداد جزءا مهما في حياتنا، فنحن نستعملها في حساباتنا اليومية. فيكون العدد مذكرا حيث يخلو من أي علامة من علامات التأنيث، ويكون مؤنثا حيث تضاف إليه إحدى علامات التأنيث. أنواع العدد عدي الأعداد المفردة، خلينا نلخص بالورقة. أنواع العدد: الأعداد مفردة، وعدي أعداد مركبة، وعدي أعداد معطوفة، وعدي ألفاظ العقود. هذني عندي أنواع العدد. نجي على يمن، على أولا الأعداد، أولا الأعداد المفردة. الأعداد المفردة شنية؟ من الواحد، واحد، الاثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. شنو بعد؟ مية، ألف، مليون، وعشر ملايين، عشرة آلاف، وإلى آخره. فالأعداد المفردة هي الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة، المية، الألف، والمليون، أربعة، خمسة، ستة، وإلى آخره. هاي الأعداد المفردة. أما اثنين الأعداد المركبة، الأعداد المركبة هي تتألف من عددين وبينهم حرف الواو اللي هو حرف العطف، يعني من 11 لحد 19. شنية؟ 11، 11، عيني، 12، 12، 13، 13، 14، 14، 15، 16، 17، 18، 19. هذن الأعداد المركبة، يعني من 11 لحد 19. تمام؟ تمام، زين. علامات التأنيث اللي تلحق العدد يكون مؤنثا ألفاظ المقصورة، كما في 11، مثل عدي 11، 11، هعيني هاي شنية؟ هاي الألف المقصورة. 11 من علامات التأنيث اللي تلحق العدد، كما في 11. أما التاء، نقول التاء المربوطة، التاء المربوطة في التاسعة، مثلا عندك التاسعة، التاسعة يخلو العدد منهما فهو مذكر. زين، هسه نجي على اليمن، على النقطة الثالثة هي الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة شنو هي؟ الأعداد المعطوفة تتألف من عددين بينهم حرف العطف، هي 21، من 21 لحد 29، وبعد ومن 31 لحد 39، وبعد من 41 لحد 49، وبعد من 51 لحد 49، من 51 لحد 59، وبعد من 61 لحد 69، بعد من 71 لحد 79، ومن 81 لحد 89، من 91 لحد 99. زين، نجي على ألفاظ العقود. ليش سميت ألفاظ العقود؟ هاي طبعا النقطة الرابعة. ألفاظ العقود سميت لأنها بين عدد وآخر 10. شنو هي ألفاظ العقود؟ من 20 لحد 90. يعني شنو؟ 20، مو 20، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. يتألف من 10. يقول مثلا عدي: عاش الرجل أربعة عقود، يعني شنو؟ 40، 40 عاما. ها زين، العدد 10. العدد شبي هذا العدد 10، هو مرة يستعمل مفرد، يعني مين؟ من الواحد لحد 9، ومرة مركب، مين؟ من 11 لحد 19. وإن شاء الله نكمل وياكم بالمحاضرة
اللي تجي.